يوما بعد آخر والبلاد تستقبل بعثات دبلوماسية تمثل بلادها في تشاد وعليه فقد احتضنا هذا الصباح قصر الرئاسي حفل تقديم أربعة سفراء أوراق اعتمادهم لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو حيث قدم السيد بنتو كامبو أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس بيتنو كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية بوركينا فاسو بالبلاد مع الإقامة الدائمة بأنجامينا مناسبة تقديم أوراق اعتماده كانت بحضور وزير الخارجية التكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية ومعاوني فخامته في الأمانة العامة والمكتب المدني المناسبة سمحت للسفير البركينابي الذي شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للصلح والوحدة الوطنية ونائب رئيس جامعة واغادوغو اثنين التباحث مع فخامة رئيس الجمهورية عن عدد من المواضيع المتعلقه بالتعاون المشترك خاصه الامن التعليم وتقويه الشراكه. جميل عبد الرحمن ششا حامل شهاده الاعلام والعلاقات العامه وبعد تكليفه بمهمه الدبلوماسية المملكه العربيه السعوديه بالبلاد جاء هو الاخر ليقدم اوراق اعتماده لفخامه رئيس الجمهوريه ادريس دي بيتنو كسفير فوق العاده ومطلق الصلاحيه لبلاده مع الاقامه الدائمه بانجمينا. وأثناء تقديم أوراق اعتماده تبحث ششا مع رئيس الجمهورية حول العلاقات الأزلية بين المملكة العربية السعودية والبلاد في التجارة التعليم والتبادل الثقافي بحكم وجود أكثر جالية جادية بالمملكة العربية السعودية وأشاد السفير بالدور الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتقوية العلاقات بين الرياض لانجمينا حظيت بحسن الاستقبال ونقلت له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الى الشعب الاتشادي وإلى فخامة الرئيس وحقيقة كان هناك لقاء آه مثمر وبناء بين هذا وإن شاء الله أننا نسعى إلى تطوير العلاقات التشادية السعودية إلى أعلى مستوى إن شاء الله بعد ذلك جاء الدبلوماسي رمضان قاشي سفير الدولة كوسوفو بتشاد ليقدم أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده مع الإقامة بدكار العاصمة السنغالية وبعد أن قدم أوراق اعتماده تباحث السفير مع فخامة رئيس الجمهورية عن مواضيع متعلقة بالتعاون الاقتصادي والعلمي مؤكدا عن متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الدبلوماسية بوليت أجوفي سفيرة دولة بنين بيتشاد وبعد أن سلمت لها مهمة الهيئة الدبلوماسية لبلادها بجاد جاءت هي الأخرى على رأس وفد رفيع لتقدم أوراق اعتمادها لفخامة رئيس الجمهورية إدريس بيتنو سفيرة بنين وعقب تقديمها أوراق اعتمادها قالت إنني سعيدة اليوم للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الذي قدم الكثير لإفريقيا وتنمية تشاد كما طرحنا حسن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين تقديم أوراق اعتماد السفراء لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو كسفراء لبلادهم بتشاد يوضح مدى معرفة العالم بأن تشاد هي منبع الثقافات وأمن المجتمعات كما يؤكد النهضة السياسية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي تعمل مجموعة سوجيا ساتوم في تشاد منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، وقد نفذ عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وفك العزلة والطرق وغيرها، وآخرها مشروع تخزين مياه منطقة الجرامايا بغرض أعمال الزراعة المحورية في منطقة أنجمنا فارا، وكذلك مشروع تقوية بحر اللينيا، وعدد من المشاريع حيدة التنفيذ هذا هو بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إدنو وأعضاء شركة سوجيا ساتوم برئاسة رئيس مجلس إدارة i say jean-michel couture المقابلة كانت بحضور وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة السيد مختار عبد الرحمن محمد وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد كالزيبي بايمي دوب والسيدة باناتا تشاليش سو مديرة المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية المقابلة أيضا تطرقت إلى الآفاق المستقبلية لتنفيذ المشاريع القائمة وخاصة ربط العاصمة أنجمينا ببعض الطرق المتصلة بين الأحياء وكذلك أعمال المجاري والصرف الصحي وترميم وإعادة بناء كاتدرائية ان جمينا وتناول اللقاء ايضا بعد الملفات المستقبليه التي تامل المجموعه في تنفيذها وعقب المقابله اكد سيد جون ميشيل كلوب بان مجموعته ملتزمه بأحودها للدوله التشاديه وعازمه على تنفيذ واكمال ما تبقى من اعمال حيزه التنفيذ وخاصه تلك التي تتعلق بالطرق وفك العزله واضاف ايضا بان فخام الرئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو قدم لهم كل التسهيلات والضمانات المتعلقه بالمستحقات ودفع الفواتير وغيرها وهذا يجيد المجموعه قوة وحماس في المضي قدما نحو تحقيق كل ما عزمت به خلال ثلاثة عقود من الزمن ويضيف السيد ميشيل بان جمهورية تشاد فتحت لهم فرصا كثيرة وهم عازمون والمجموعة على تحقيق كل طموحات تشاد والعمل سويا من اجل تطويرها